أثار ضجة بحفلها في بغداد. تعالوا نتعرف على سعر إطلالة إليسا هناك. أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفل غناء في العاصمة بغداد بالعراق وسط حضور كبير للجمهور، وكانت إطلالتها بهذا الحفل المميز حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم إليسا بيتصدر قوائم البحث بجوجل خلال الأيام القليلة السابقة. واعتمدت إليسا فستان أنيق وناعم بيتميز بتصميمه الأنثوي البسيط من توقيع دار فالنتينو، مصنوع من قماش الكريب، وجعلها هذا الفستان تبدو أنيقة وناعمة. ولكن الغريب بعد الحفل أنه عدد كبير تداولوا صور إليسا من الحفل مع تعليقات أنها بترتدي درع واقي من الرصاص تحت الفستان، حيث برز ذلك أثناء تحركها على المسرح، ونشر البعض صورة لشكل الدرع الواقية من الرصاص، وإنه ذلك قد يكون التفسير الوحيد لبروز البطن والخصر لإلها. وأشاروا إنه إليسا ربما ارتدت هذا الدرع خوفاً من التعرض للاغتيال، لكن إليسا خرجت لتنفي الأمر واستنكرت هذه التخمينات، وأوضحت إنها ليست مضطرة لارتداء مثل هذه الأشياء خلال حفلاتها، وإنها كانت تشعر بالأمان، كما إنها كانت محاطة بأفراد الأمن مثل أي حفل غنائي بتحييه في أي مكان بالعالم. وبالعودة للفستان المثير للجدل، رغم بساطة التصميم بنجد أنه سعر هذا الفستان اللي بيحمل توقيع دار فالنتينو حوالي 3000 دولار، أي ما يعادل 11000 درهم إماراتي. والفنانة اللبنانية إليسا شاركت في برنامج The Voice في موسمه الرابع، حيث كانت ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وتألقت إليسا بإطلالاتها الناعمة الخاطفة للأنظار، فظهرت في إحدى الحلقات بفستان حمل توقيع دار فالنتينو، وتميز هذا الفستان باللون الأبيض وقصته القصيرة بنقشة المربعات، وبلغ سعره 1475 يورو، ونسقت معه بوت طويل باللون الأسود. وأطلت في الموسم نفسه ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية بإطلالة راقية، حيث ارتدت في إحدى الحلقات فستان زهري من توقيع الماركة العالمية توم فورد، وتميز بالبساطة وعدم التكلف، ومنحها إطلالة أنثوية راقية، وبلغ سعر الفستان حوالي 3270.